في تغطيتنا الخاصة المرتبطة باختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، حيث أعربت وزارة الخارجية التركية عن تطلعها للتعاون التام مع الجانب السعودي في التحقيق. وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية أن مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال استدعى السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى مقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة. لمتابعة هذه التغطية وآخر التطورات أشرك معي هنا في الاستديو السيد محمد عربي زيتوت الدبلوماسي السابق، كما أرحب أيضا بالسيد سلطان العبدلي المحامي والناشط الحقوقي. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد محمد العربي زيتوت، يعني ما طبيعة التعاون الذي تنتظره أنقرة حقيقة من الجانب السعودي؟ تحياتي لكم المشاهدين الكرام. أعتقد أن الأتراك يجدون أنفسهم في موقف حرج وحرج للغاية، وهم يريدون أن يخففوا من حجم الضغط الواقع عليهم بعد اختفاء مواطن سعودي، بالمناسبة جمال خاشقجي من أصول تركية، واختفائه في ظرف واضح من اختطفه، واضح أين اختفى، والأتراك يعرفون ذلك جيدا، وواضح أنه قد قتل بطريقة تحت التعذيب. الأتراك لا يريدون أن يفتحوا جبهة أخرى، لديهم ما يكفي من الجبهات، لديهم مشاكل في سوريا حتى مع الروس والإيرانيين، لديهم في مشاكل مع الأمريكان في عدة نقاط في سوريا وفي غير سوريا، وقضية القس الأمريكي وضرب الاقتصاد التركي إلى آخره، لديهم مشاكل مع اليونان ومع السيسي ومع آخرين ومع الإمارات ومع الصهاينة نتنياهو إلى آخره، لديهم عدة جبهات، وهم يعلمون أن فتح جبهة أخرى مع السعودية ستكلفهم. وأنا أعتقد شخصيا أن بن سلمان حينما قام بهذه العملية البشعة قام بها وهو يريد أن يستفز الأتراك. هناك دليلين شاهدين أساسيين على هذا الموضوع. الدليل الأول هو أنه بعث في نفس اليوم الذي يختطف فيه جمال خاشقجي بطائرتين محملتين ب 15 شخص من الأجهزة الأمنية يدخلون اسطنبول، يصلون إلى القنصلية، لا يقومون بأي شيء ما عدا دخولهم إلى القنصلية لعدة ساعات ثم يغادرون اسطنبول. واضح أنه أرسل فريق للتعذيب وللقتل. الشيء الثاني والدليل الثاني أنه خاشقجي لا يقيم في تركيا، يأتيها زائراً، وهذه المرة ربما جاءها زائرا لكي يتزوج من امرأة تركية هناك. نعم. وهو يقيم في الولايات المتحدة ويزور بلدان غربية أخرى. كان يمكن لمحمد بن سلمان أن يستهدفه في عدة أماكن من هذه الأماكن، لكنه اختار تركيا لأنه يعرف أنه سيضع الأتراك في موقف حرج للغاية. إنهم ردوا فستنقطع العلاقات وربما تسوء العلاقات بشدة، وتركيا ضعيفة في هذا الوضع. نعم. وإنهم لم يردوا فإنه سمرر الرسالة ومرغ أنف الأتراك. نعم. أشرك معي السيد سلطان العبدلي المحامي والناشط الحقوقي. يعني سيد سلطان، هل يمكن الجزم حقيقة باغتيال خاشقجي؟ أحبتي الكرام وبأخي الحبيب الأستاذ محمد العربي زيتوت، أهلا بك وبكم جميعا. أولا كل الدلائل التي بين أيدينا ثم تعامل السفارة كذلك يدل على أنه المسألة أصبحت شبه يعني إلى حد ما شبه يقينية. السفارة مثلا تقول أنه ليس لدينا كاميرات للتصوير من الداخل، بمعنى أن كاميرات حية فقط لا تثبت الصور ولا تسجل المقاطع الفيديو. طيب هذا من الداخل القنصلية، لعلنا جدلا تنزل عند جانب الخصم نتفهم ذلك. لكن الإشكال أين خاشقجي حينما خرج من القنصلية للمرة الثانية؟ أرون المرة الأولى كيف هي دخوله وخروجه، المرة الثانية كيف دخل وكيف خرج، ويستحيل على القنصليات والجهات الدبلوماسية، والحي الذي فيه هذه القنصلية حي من أشهر الأحياء وأرقاها، وفيه رجال أعمال كثر، وفيه قنصليات، وفيه أيضا أماكن مهمة، فكلها مرصودة. أنا أتوقع أن بصبر الأتراك وبدهائهم مع ما ذكره طبعا الأستاذ محمد من أن الأتراك لديهم ملفات أخرى كثيرة معقدة، مثل ملف الأكراد ودعم الأمريكان لهم، مثل ملف أيضا الإشكالية الكبرى العملة الآن التي انهارت يوما بعد يوم ثم بدأت تسترد عافيتها، أيضا قضية جيوب الانقلاب لا تزال موجودة في تركيا، أيضا فتح الله جول جماعته،
ايضا كذلك بعض الاحزاب المعارضه التي راينا بالامس اردوغان نعم. كان يرد على الحزب الجمهوري ردا واضحا. انا اقول ان احتماليه لعل الرجل، نحن قلت في البدايه قبل ايام قلت لعله، انا متاكد 100% استنتاجا وتحليلا ان الرجل اخذ من النصف الساعه الاولى وذهب به بطائره بطرد دبلوماسي الى بيرو. كنت اتوقع ان محمد بن سلمان بقي يتمتع بالجزء اللي هو في اخر العقل او اخر المخ من الحنكه السياسيه، لكن تبين انه يعني الرجل لا مثل العقل ولا للأدمية. طيب يعني هل تتوقع سيد سلطان أن الفريق الأمني الذي ذهب من السعودية إلى القنصلية ذهب بهدف القتل أم بهدف التحقيق، وتم قتل الرجل بطريقة خطأ فالسعودية وجدت نفسها في ورطة؟ نحن نتحدث حتى الآن عن تكهنات وافتراضات في هذا الموضوع. المؤثرة حينما تقول نقلا عن مصادر أمنية تركية فيجب على الأتراك أن ينفوا هذا المصدر، أن ينفوا، يقولون هذا كذب وليس مصادرنا الأمنية لم تقل هكذا، أو يقولون أو يسكتوا، والسكوت يعني كما نعرف أنه هذه طريقة معروفة الدول تسلكها، ولكن ربما للضغط على الملف في هذا الملف الخطير الذي الأتراك عندهم الأدلة الدامغة القاطعة في أن النظام السعودي والسلطة السعودية محمد بن سلمان شخصيا متلبسين بهذا الموضوع. لكن أنا أحب أن أضع الجميع في الصورة. فمثلا حينما انا اذهب الى اي سفاره، وقد ذهبت الى عده من السفارات قديما، اقول لهم اريد اثبات اني اعزب مثلا، وهي التي طلبت من الاستاذ جمال ابي صلاح مباشره. السيستم تبع وزاره الخارجيه مربوط بالسيستم تبع الداخليه السعوديه اللي هو مركز ما يسمى مركز المعلومات الوطني. فمباشره ممكن يضغط لك برنت رقم الهويه السعوديه ويعطي لك اياه، يكتب ويقول مع السلامه تفضل هذا ما تريده وانتهينا. وانا قد فعلتها في بالتفصيل في سفارتنا في دمشق. بالتفصيل فعلت هذا واعطيت المعلومات كامله. ولكن الاشكال انه والذي نحن لدينا ادله ولدينا قرائن. اذا تكلمنا عن القرائن، جاء لهم الاستاذ جمال، طبعا ذهبوا الى القرينه الاولى، ذهب الى واشنطن، قالوا له اذهب الى اسطنبول. ما الفرق ان تاتي من بهذه الورقه من واشنطن او من اسطنبول؟ ربما تكون واشنطن اكثر يعني تواصلا مع الداخل من السفاره القنصليه في او اقوى عفوا من القنصليه في اسطنبول، ولكن هي عمليه توريط لتركيا ورساله. طيب. وانا ذكرتها من اول. نعم ابقى معنا سيد سلطان. ساعود نعم ساعود لك سيد محمد العربي زيتوت. يعني ايضا غياب التصريحات الرسميه التركيه كيف يفسر حتى الان؟ يعني حتى اردوغان زاد الوضع غموضا عندما قال بأنه مثلنا تقريبا ينتظر التحقيقات. أردوغان وكأنه يريد أن يجد مخرج للسعوديين ولنظام تركي أيضا. أردوغان يعلم يقينا أن خاشقجي قد قتل، وهو يريد أن يعطي فرصة، والأتراك أرادوا أن يعطوا يعني فرصة. يعني الأتراك هل لديهم معلومات؟ مؤكد، لأن هم لديهم كاميرات تصور من يدخل ويخرج للقنصلية السعودية. وهم يعلمون أن جمال لم يخرج من القنصلية السعودية، وصرح بعض المسؤولين الأتراك أنه قالوا لم يخرج بطريقة طبيعية، بأنه ممكن أن يكون قد قتل وأخرج في الحقيبة الدبلوماسية. بالمناسبة الحقيبة الدبلوماسية كثير من الناس يعتقدون أنها حقيبة سفر. حقيبة دبلوماسية ممكن أن تكون حاوية، ممكن أن تكون سيارة، ممكن أن تكون شاحنة تضع عليها السفارة أو القنصلية رمز يسمى الحقيبة الدبلوماسية، وتقول هذه حقيبة دبلوماسية فيكون. فبمعنى أنه ممكن أن يكون وضع في أي حتى في تابوت وأخرج ضمن حاوية أو ضمن سيارة على أنها حقيبة دبلوماسية، وربما رحل في نفس الطائرتين التي عادت إلى السعودية، طائرتين خاصتين تحمل 15 أمني. ولماذا 15 أمني للتحقيق مع شخص واحد؟ كان يكفي شخصين، ثلاثة، أربعة، خمسة على أقصى تقدير. كان هذا في الحقيقة رسالة للأتراك من السعودية: سنقتل خاشقجي عندكم، وسنبعث ب15 قاتلا بطائرتين، سيأتون في نفس اليوم ويذهبون في نفس اليوم، وأنتم تعلمون ذلك، وأنتم لا تستطيعون، لأنكم يضعونهم في وضع كيف ما رد الأتراك سيخسرون. إذا سكتوا سيخسرون سمعتهم، كرامتهم، أمنهم، خوف الناس. يعني ترى عندهم أن القتل كان هدف قبل التحقيق؟ يعني لا تفترض أنه قتل أثناء التعذيب؟ لا يعني لا، هل السعودية كانت هم لا يريدون هم يعني لا. كانت السعودية، هل السعودية حقيقة مستعدة للتورط باغتيال خاشقجي؟ إذا كان بن سلمان اختطف رئيس وزراء لدولة أخرى، اختطاف شيء والقتل شيء آخر. لا اختطاف رئيس دولة، رئيس وزراء دولة،
ضج العالم من فعلته لم تكن شيئا طبيعيا. إذا كان بن سلمان ألقى القبض على أبناء عمومة الأمراء الذين أمراء سمو الملكي، بعضهم يحمل صفة سمو الملكي، وضعهم بالطريقة التي وضعهم فيها بما فيهم الذين يملكون ملايير أو أغنى رجال في العالم، يعني إذا كان بن سلمان يعبث في اليمن عبث غير مسبوق، إذا كان بن سلمان ما زال يدعم السيسي وبدعم غير مسبوق، إذا كان يفعل كل هذا، هل نتوقع أنهم يفكرون بعقل؟ بالعكس، هم وضعوا هذا كفخ للأتراك، إنه نفس الفخ الذي وضع لصدام حسين قبل حوالي 30 سنة في قضية غزو الكويت. كيف ما رد الأتراك سيجدون أنفسهم في حرج. أنا أعتقد أن الأتراك الآن يفكرون كيف يكون هناك رد لا يخسرون فيه ولا يقطعون فيه قطيعة مع السعودية، لأن لديهم مصالح اقتصادية وسياسية وتجارية وسياحية، وكيف يجعلون العالم الآخر هو الذي يضغط على السعوديين. وقد بدأ ذلك، استمعنا إلى وزارة الخارجية البريطانية اليوم، إلى الألمان وإلى غيرهم. صحيح، بدأ حديث الدول وليس فقط المنظمات الحقوقية وليس فقط كبار الصحفيين وليس فقط تصريحات رسمية. كبرى الصحف وكبرى القنوات العالمية، بدأت تصريحات رسمية تعبر عن الانزعاج الشديد. حتى سيناتور أمريكي عبر عن الانزعاج الشديد وقال أن لن يمر هذا وسيضغط على البيت الأبيض وإلا سيتخذون قرارات في الكونغرس، لأنهم يعني عندما يبدأ هذا الضغط العالمي الأتراك يريدون أن يوجهوا هذا الضغط العالمي الآن على السعودية، لأنهم يعلمون أن دخولهم في قطيعة مع السعوديين الآن وفي معركة هذا ما يريده بن سلمان ومن وراءه بن زايد والسيسي ونتنياهو وترامب أيضا. نعم، يعني سيد سلطان، كيف ينعكس ذلك حقيقة على المعارضة السعودية في الخارج؟ يعني هل هي رسالة ترهيب للمعارضة ونحن نتحدث عن الغموض الذي ما زال يكتنف مصير خاشقجي، وكأن رسالة للمعارضة أن أذرع الأمن طويلة ويمكن أن تصل لأي معارض في أي مكان؟ طبعا هذا ليس، لسنا بحاجة إلى أن ندلل على مثل هذه الخطورة على المعارضة سواء في لندن أو سواء في باريس أو سواء في كندا أو في أمريكا. فمثلا أعطيك على سبيل المثال الأخ مثلا عمر عبد العزيز في كندا، واحد باسمه في تويتر يقول له جهز نفسك الدور جاي بعد حادثة اللي هو أبو صلاح جمال خاشقجي. وأحد أنا لا أسمي أمير، أحد أعضاء الأسرة الحاكم المالك الغاشم في السعودية اسمه خالد بن عبد الله السعود يهدد الاستاذ الدكتور البروفيسور احمد بن راشد بن سعيد بشكل واضح بعد حادثه الاختطاف مباشره، يقول له بلهجتنا الدارجه ما ودك تمر على السفاره يبونك في كلمه راس، اي يريدونك في امر ما، اي لان دخلت يكون ستكون عاقبتك عاقبه الاستاذ جمال. امر اخر يقولون في على نفس الهاشتاج اختطاف جمال خاشقجي يقولون عقبال التملق، التملق عندنا لهجه دارجه المقصود بها الهمل، يعني انتم المعارضون في لندن وفي كندا وفي باريس وفي امريكا الشماليه الولايات المتحده هذه، وانا شخصيا اتت وتقدمت طبعا للبوليس البريطاني بهذا، تاتيني عشرات الرسائل سواء في الخاص او في تويتر في العام سحل قطع رؤوس حقيقيه مقطوعه وبالسيوف ايضا في عمليه قصاص التي تعمل في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك تهديدات بان بكره بنجيبك ويكون مصيرك انت. طبعا معروف الكليشه عميل ايران وقطر وتركيا وعميل الاخوان وعميل وعميل وعميل، فهذا امر معروف. اغتيال الدكتور ايضا محاولات عده ثلاث محاولات اغتيال الدكتور محمد المسعري والدكتور سعد الفقيه والاعتداء الصارخ في وضح النهار على الاخ غانم الدوسري يعني اشهر شوارع لندن ما هو الا دليل واضح على ان طيب. هذا النظام قد افلس افلاسا تاما ولم يعد يمتلك الا حلا واحدا وهو التصفيه الجسديه، ولكن ذلك لن يزيدنا بعون الله تعالى الا يعني اشعانا في المضي في هذا الطريق، لان لا نريد التراجع وانهم لا يخيفوننا ابدا. طيب سيد محمد عربي زيتوت، اللغز الحقيقي الان هو لغز الجثه إن كان الرجل قتل، يعني حسب التكهنات حتى الآن، هذا أخطر شيء في هذه المرحلة. نعم، قبل أن أجيبك دعيني أوجه التحية لهذا الرجل الفاضل أخونا سلطان العبدلي، وهو أحد المقاومين للنظام السعودي وبموقف واضح وصريح. الجثة، لعلك تتذكرين حينما استضفتيني هنا قبل 6 أيام يوم الثلاثاء الماضي، وكان مرت فقط أقل من 24 ساعة على اعتقال أو اختطاف أو اختفاء جمال خاشقجي، قلت لك أنه ربما من بين ما سيحدث له أنه تتم تقطيع الجثة وربما حتى وضعها في الأصيل، يعني وضعها في
أعتقد أن هذا الذي وضع بكل ألم. يعني أعتقد أنه تم تعذيبه، ربما استنطقوه في بعض النقطتين أو ثلاثة، تم تعذيبه بشدة وكانوا يريدون قتله، ثم قتل، ثم تم تقطيعه، وإما هربت الجثة مقطعة إلى السعودية وأخذوها معهم، أو دفنوها في أي مكان تحت الأرض، وإن كنت ربما أقرب إلى أنهم أخذوها معهم. هذا بطبيعة الحال سيصعب من مهمة الأتراك، لأنه عندما يكون هناك عملية قتل ولا تكون هناك جثة سيكون الحديث دائما من ناحية التحقيق على أساس أن هناك اختفاء وليس. ولذلك هنا تكمن القضية، أنه لابد من لجنة تحقيق. أنا من الذين يعتقدون أنه لابد من لجنة تحقيق دولية مستقلة تحقق فيما حدث، لأن ما حدث يراد منه ضرب عدة جهات وتخويف للمعارضين أيضا، بالإضافة طبيعة الحال إلى ضرب العلاقات مع تركيا التي يسعى لها الرباعي السيسي نتنياهو بن زايد بن سلمان، ومن خلفهم العراب الكبير ترامب. لا تنسى أن قبل شهر ونص كانت هناك معركة دبلوماسية حقيقية بين الأتراك وبين ترامب والأمريكان في قضية القس، وفي الأخير لم يخضع الأتراك وواجهوا العقوبات بعقوبات مماثلة. نعم. وسكت ترامب فيما بعد. إذن هذه واضح أنها خطة أو فخ للأتراك، وواضح أن المستهدف أيضا هي كل صوت، وليس فقط المعارضة السعودية، كل صوت يعارض الطغاة اليوم في المنطقة العربية، وبطبيعة الحال الآلاف من المعارضين الهاربين والمشردين في تركيا وفي اسطنبول، سوريين وعراقيين ومصريين وإماراتيين. نعم. وغيرهم مستهدفين بشكل أكبر. أشرك معي أيضا السيد مرزوق العتيبي، المعارض السعودي من باريس. أهلا بك سيد مرزوق معنا. يعني كيف تراقبون اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي؟ مساء الخير. أولاً إن سمحت أحتاج فقط على تعريف وصف المعارضة السياسية، أنهم من الفئة السياسية التي تنتمي للأقلية، أنا أنتمي للأغلبية في المجتمع. لم أستمع التعليق، تفضل. نعم، لم أسمع شيء نهائياً. سيد مرزوق. تفضل. لم أستمع جيدا للتعليق في بداية الحديث. نعم، قلت أحتاج إذا سمحتي لي فقط على وصف معارض، لأن المعارضة من الناحية السياسية تعبر عن الأقلية في الموقف السياسي، لكن نحن ننتمي للأغلبية الرافضة لوجود نظام الدرعية الذي يعني يسبب الفظائع في الوطن. تفضل. نعم، تفضل. السؤال، كنت قد سألتك كيف تراقبون اختفاء الإعلام السعودي جمال خاشقجي؟ بالتأكيد ليس لدينا أي معلومات مؤكدة أو تواصل مع سلطات سواء في تركيا أو في الوطن، وبالتالي نتابع عبر وكالات الأنباء، وبالتأكيد هذه لا زالت معلومات غير مؤكدة، ولكن نحن الآن نتصرف وفق احتمال مرجح، وهو أن يكون الأستاذ جمال خاشقجي قد استشهد فعلا. بالنسبة لكم سيد مرزوق، يعني هل ترون في ذلك رسالة تهديد لكافة أطياف المعارضة في الخارج، وإن كنت لا ترغب بين قوسين بهذه التسمية؟ نعم، بالتأكيد. هذا بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا لست يعني مهووسا بهذا الأمر، ليست داخلة في اعتباراتي، ولكن أعتقد بأن هذا صحيح، وأعتقد بأن كثير سواء في الداخل أو الخارج تعرضوا إلى تهديدات، وهنالك مئات الآلاف من السفر لسبب أنهم لا يرغبون في أن يستمعوا إلى أمر مخالف لما يراه ولي العهد. يعني هذا سيحد من حريتكم في الفترة المقبلة وحرية التنقل؟ لا أعتقد ذلك، بالنسبة لي شخصيا لا أعتقد ذلك. نعم. أيضا أسست حزبا سيد مرزوق جديدا، ما طبيعة هذا الحزب وما نشاط هذا الحزب السياسي؟ نعم، هو ليس حزبا سياسيا، نفضل حتى الآن تسمية حركة، لأننا لم نحدد بعد الصيغة القانونية أو التنظيمية للعمل الذي نرغب في القيام به.
شكرا جزيلا لك سيد مرزوق العتيبي المعارض السعودي من باريس على هذه المشاركة. أعود لك سيد زيتوت، يعني في إطار حديثنا عن موضوع الجثة، حقيقة إن كان السيد خاشقجي قد قتل، قانونيا لا يوجد جريمة بدون أن يكون هناك جثة، كيف يمكن إثبات تورط السعودية في هذه الجريمة إن بقي الغموض يلف مصير الجثة؟ هناك جريمة الاختطاف، قد لا تكون القضية الآن مكيفة على جريمة القتل والاغتيال، لكن لا، جريمة الاختطاف مؤكدة، لأن الآن حينما تنفي والأتراك إذا خرجوا من ترددهم وقالوا كما صرح عن ذلك أردوغان بالأمس من أنه سيكشف التحقيق مهما كانت نتائجه، إذا فعلا كشفوا التحقيق مهما كانت نتائجه سيثبت ذلك بما لا يدع أدنى مجال للشك أن جمال خاشقجي دخل إلى القنصلية ولم يخرج منها أبدا، لم يخرج منها حيا أبدا. الكاميرات عطلت، لا الكاميرات في الخارج الشارع أثبتت تثبت ذلك. حتى الآن الأتراك ليس لديهم تصريحات رسمية حول ذلك. فيه تسريبات، فيه تسريبات. الأتراك كما قلت لك متحفظين وممتعضين ومنزعجين، لأنهم يعرفون أن هذه هي ضربة لهم قبل أن تكون لجمال خاشقجي، وبالتالي يريدون أن يجدوا طريق ليلتفوا حول هذه الضربة مباشرة ويبحثوا عن طرق للضغط على بن سلمان وربما لإخضاعه في قضايا أخرى بدل من أن تكون هناك صدام مباشر. الصدام المباشر هم يعلمون أنه ليس في مصلحتهم، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها تركيا على مستويات متعددة، بما فيها المستوى الاقتصادي وبما فيها الخلافات المتصاعدة مع ترامب. لكن جريمة الاختطاف واضحة، وعندما يكون أو يأتي القنصل السعودي بحركات بهلوانية مع ممثل رويترز في داخل القنصلية ويفتح له صندوق إحدى الخزائن ويقول له انظر ليس هناك جثة، فهذا في حد ذاته يؤدي أو يعطينا فكرة أو طبيعة الدبلوماسية السعودية اليوم في هذه تحت حكم بن سلمان، يعني مهزلة حقيقية عندما تأتي بصحفي بعد 3 أيام. لكن ما أثبته الصحفي وكان ذكيا هو أن القنصلية مليئة بالكاميرات، مليئة بالكاميرات في كل مكان، والقول أن الكاميرات لا تسجل وإنما فقط موجودة هناك وكأنها كاميرات لتخويف الأطفال وليس لأخذ الصور داخلية. بطبيعة الحال كل أي محقق مبتدئ سيعلم أن خاشقجي اختطف، عذب، قتل داخل القنصلية وربما رحل جسده في حقيبة دبلوماسية مع الوفد الذي قيل وفد أمني 15 شخص في طائرتين يأتون في نفس اليوم ويذهبون في نفس اليوم. هذا نحن أمام جريمة أخرى مثل جرائم بن سلمان التي لم تعد تحصى ولا تعد، ولعل إصدار أحكام الإعدام على علماء كبار يؤكد لنا مرة أخرى إلى أي درجة يذهب هذا الشخص في تعامله مع أهل الحرمين. نعم، يعني سيد سلطان، هل هناك مخاوف أن ينتهي الموضوع نحو اختفاء خاشقجي في ظل هذا اللغز حول موضوع الجثة إن كان الرجل قتل حقيقة وهذا الغموض الذي يلف هذه النقطة؟ عموما أنا أدعو الحقيقة من موقعي كإنسان ناشط وأيضا حقوقي على السلطات التركية ألا تتلكأ وألا يعني تحاول، ونحن نرجو أن لا يكون الرئيس أردوغان طبعا هكذا، ولكن قال سنعلن الحقيقة أيا ما كانت، ونرجو أن يظهر لنا شجاعته المعتادة كما فعلها أمام ترامب في قصة قضية القدس وفي قضية الإجهاز على العملة التركية وقضايا أخرى كثيرة، وأمام نتنياهو بعدة مؤتمرات، مؤتمر دافوس المشهور. ولكن أنا أقول هنا أن يجب أن نسلط الضوء على هذا القنصل البئيس. هذا القنصل لو أن الأتراك لديهم الأدلة الدامغة كما يشاع بالمقاطع الفيديو للتعذيب والتقطيع والعياذ بالله وبالقتل الأستاذ جمال رحمه الله، فنحن نقول إن بن سلمان سيضحي بهذا القنصل وسيقول إن القنصل هذا محمد العتيبي هو هذا ما فعله إجراء شخصي من تصرف شخصي. طيب في حال غياب كل ذلك، يعني في حال غياب كل ذلك سيد سلطان، عدم وجود هذه الدلائل، عدم وجود جثة، هل يمكن إثبات تورط السعودية؟ يعني هل يمكن لتركيا أن تقاضي السعودية في حال عدم وجود هذه الجثة؟ دائما كجثة الآن الإشكالية، الرجل دخل عندكم بكاميرات الفيديو ولم يخرج، أين هو؟
من الذي اخرجك؟ الحقائب الدبلوماسيه هي كما قال الاستاذ زيتون بحكم انه دبلوماسي هي اسم جنس كما يقول اللغويون، يعني تشمل حقيبه اليد وتشمل الكونتينر فلا تفتت. فهؤلاء خرجوا ودخلوا في ساعتين ورجعوا بطائرات الى بلدين مختلفين. انا اتكلم الان عن يجب السلطات التركيه بعض الاخوه الاتراك يقول لا تفرضون علينا، نحن نقترح ونقول يجب التحفظ على جميع سيارات القنصليه والتحفظ على جميع موظفي القنصليه الذي قد يغتالهم بن سلمان اذا رجعوا الى السعوديه او اخرجهم من تركيا واستدعاهم كاستدعاء كبير القنصل. نحن نقول ان هؤلاء هم الذين يمتلكون الحقيقه الان، وهم مجبورون ومبتزون باهاليهم في السعوديه كما كثيرين من الناس الذين في الخارج. فلذلك اقول ان قضيه ليست القضيه في الجثه، القضيه ان الرجل دخل ولم يخرج، اين ذهب؟ يعني كما يقول الاحزاب فصل الحزاب يعني ولا اين؟ او حتى من الطرائف ان القنصل هذا محمد العتيبي ولاول مره وليصحح الاستاذ زيتون لاول مره في اسمعه في حياتي ان دوله معروفه بعنجهيتها وكبريائها تقول للناس تعالوا، ليس فقط يعني فريق امني اممي بل صحفي من رويترز تصوري تقول له تعال فتش القنصليه، هذه نعم. القنصليه دخل دورا واحدا وطابقا واحدا او طابقين، فيها اربع طوابق تحت الارض مليئه بمئات الغرف، هذه القنصليه التي في اسطنبول في حي انا اقول انه يجب التحفظ على القنصل نفسه وعلى ايضا الموظفين وعلى السيارات القنصليه التي قد توجد فيها احيانا يعني نعم. اثار الجريمه. طيب سيد زيتوت، برأيك المجتمع الدولي كيف سيتعامل مع السعودية إذا ما ثبت فعليا أنه تم اغتيال الرجل؟ هناك عدة مستويات. المستوى الأول هو ممكن للأتراك أن يلتجئوا إلى مجلس الأمن في هذه القضية. هناك قضايا مثلا قضية اغتيال حريري قبل حوالي 14 سنة أو 13 سنة التجأ لبنان إلى قضية مجلس الأمن، ونحن نعرف أن مجلس الأمن أسس بالرغم أن لديه تحفظات كثيرة على مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى آخره، هذه كلها أدوات لتثبيت الاستعمار، لكن أحيانا قد تفيد، قد تكون لها بعض المنافع. فقد يلجؤون إلى مجلس الأمن إذا أرادوا بالفعل أن يخرجوا القضية من أيديهم ولا تكون في نزاع مباشر مع السعوديين. لا يستطيعون إلقاء القبض على القنصل كما تفضل أخونا سلطان، لأنه باختصار بسيط هذا هو القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، اتفاقية فيينا لسنة 61 واتفاقية للشؤون الدبلوماسية واتفاقية فيينا للشؤون القنصلية لسنة 63 تمنع إلقاء القبض على الدبلوماسي حتى ولو ارتكب جريمة. ما يمكن عمله الأتراك هم أن يقوموا بطرد القنصل، بطرد السفير، بطرد كل الدبلوماسيين، بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن لا يمكنهم اعتقال أي شخص يحمل الصفة الدبلوماسية في السعودية في القنصلية أو في السفارة. ما يمكنهم هو التحقيق مع ما يسمى بالموظفون، ما يسمى بالموظفين المحليين. الموظفين المحليين قد يكونوا من جنسية تركية أو من جنسية أخرى لكن لا يحملون الصفة الدبلوماسية. هؤلاء يمكن التحقيق معهم ويمكن إلقاء القبض عليهم. قبل فترة كانوا الأتراك ألقوا القبض على موظفين محليين يشتغلون في السفارة الأمريكية على ما أعتقد، وما زال اثنين منهم مسجونين ويحققون معهم، اعتبروهم جواسيس. يمكن لهم أن يفعلوا ذلك إذا ما أرادوا إيجاد بعض التفاصيل. ما يمكن أيضا للأتراك أن يفعلوه هو أن يتركوا هذه القضية إذا لم يريدوا الدخول في مواجهة مع نظام يعرفون أنه لا يفهم شيء في العلاقات الدولية وهو داخل بطريقة وحشية حيوانية في التعامل مع الآخرين، أن يتركوا هذا الأمر للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وأن يضغطوا على دول أخرى ذات تأثير خاصة ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا إلى آخره، لكي يضغطوا على السعوديين حتى لا يتكرر هذا. وأنا مع ما قاله ضيفك من قبل في باريس من أننا عندما نواجه هذه العصابات التي تسمى أنظمة عربية نحن لا نواجه حكومات وتكون هناك معارضة، نحن نواجه عصابات وبالتالي نكون في حالة مقاومة لهذه العصابات وليست معارضة. نعم، يعني سيد سلطان، يعني حقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما تقول المعارضة في ظل هذه الأفعال إلى أين يتجه وإلى أين يأخذ السعودية وهذه الصورة السلبية التي باتت تهدد العربية السعودية؟ نحن يا سيدي يا سيدتي لسنا يعني معارضة، وإنما نحن من يستطيع أن ينطق عن الشعب، لأن الشعب مرتعب في الداخل ومآله إما إلى سجون المباحث أو إلى قربان أو إلى الحياة، هذا واحد.
أما إلى أين يسير محمد بن سلمان؟ فلا يحتاج هذا السؤال أن نسأله أنفسنا أو أن يسأل لغيرنا. الطريق واضح جدا أنه سار بالبلاد ماليا واقتصاديا وسمعة وسياسيا، سار بها إلى الهاوية، وكل يوم يعني أصبحت سمعة المملكة في تحرج إلى الهاوية مثل كرة الثلج، كلما انحدرت كلما تضخمت أكثر. فلذلك محمد بن سلمان يعني كل ذلك ثمن اعتلاء العرش، كل ذلك ثمن اعتلاء العرش، الانبطاح امام الصهاينه وامام ترامب تحديدا، وسلب مئات المليارات من الدولارات، والرجل اصبح هو ووالده ملطشه بلسان ترامب يذهب بهم ويجيء، ثم يستدعي الوكاله المعروفه بلومبرج، ثم يعني حتى يرد ردودا ليته، قلنا ليته سكت ولم يرد. فلذلك اصبحنا ملطشه في العالم كله سياسه يعني مهترئه، يعبر ايضا يعبر هذه التصرفات تعبر عن امر واضح جدا لذوي العقول وذوي الافهام، تعبر عن كرسي مهترئ وعرش مهتز. فلذلك محمد بن سلمان يريد الفرصه السانحه لكي ينقض فيطيل والده ويعتلي العرش، لكن هو يعلم انه خسر كبار رجال الاعمال، خسر افراد اسرته كاملين غير منقوصين الا 10 او 15 وذلين طبعا سيد القحطاني وتركي ال الشيخ، وخسر ايضا الشعب الذي ارهق يعني كاهله بالضرائب والقيم المضافه والغلاء الاسعار وايضا الخصومات من الرواتب وايضا يعني هل نفهم ان ولي العهد السعودي حقيقه يحكم يده بشكل كامل على نظام الحكم بحيث انه لا يوجد تلك الاصوات العاقله لما تتعرض له صوره السعوديه من اساءه في الخارج؟ ربما أقول لك أنه قد يحكم لو كان أيام محمد بن نايف، لأن عنده شيء من المصداقية ليس عندنا طبعا، يعني الكذب الذي يدارون به الناس من عهد والده نايف وفهد وعبد الله. لكن هذا الرجل أكبر دليل أنه لا يمتلك شيء أنه بقي أشهر معدودة في اليخ، لا يأمن على نفسه، والحراس بعشرات الآلاف من بلاك ووتر هم الحراس له، حتى لا يثق في الحراس الذين هم من أبناء الوطن. وقد حدثت إقالات كما يروى في يشاع، حدثت إقالات أو إبعاد كثير من المواطنين الذين سواء برتب ضباط يخشى منهم أن يكونوا في الدائرة المقربة منه، وهو احتمل ببلاك ووتر التي ما شاء الله جاء بها إليه خدينه الأثير محمد بن زايد. فالرجل لا يأمن ويريد الفرصة السانحة ويريد أن ينقض اليوم على الأرض، لكن يعرف أنه يتدرع بوالده أمام كبار الأسرة وأمام أيضا كبار رجال الأعمال الذين سجلوا منهم بالمئات. نعم، يعني سيد محمد العربي زيتوت، هل صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت يعني أكثر صعوبة للاستيعاب دوليا، أم أن المصالح ربما تكون أقوى من ذلك مع السعودية؟ هناك أكثر من مستوى مرة أخرى، أمام الإعلام الحر، أمام المنظمات الدولية خاصة غير الحكومية، الصورة كانت لهم واضحة من قبل لكنها تتوضح بشكل أكبر كل يوم أكثر. أمام هذه الحكومات الغربية والحكومات عموما، هم ينظرون إلى المصلحة المادية. السعودية دولة غنية جدا، وقضية أنها يأخذون منها المليارات، أنت يعني ترامب أخذ 460 مليار دولار، وقبل 4 أيام أو 5 أيام يقول لسلمان، وعلى 3 مرات في 3 حملات انتخابية يقول له عليك أن تدفع وإلا طائراتك، فإنك تعلم أن طائرتك لن تطير. صحيح. تدفع وأنت تعلم أنك لن تستطيع أن تقضي أسبوعين في الحكم بدوننا. ثم عندما سئل بن سلمان من طرف بلومبرغ، وكالة بلومبرغ، قالوا له ماذا تقول في هذه الإهانات التي وجهها ترامب لوالدك؟ قال أنا أحب العمل معه. نعم نستطيع أن نختلف في 1%، لكن هناك 99% ماشية مع ترامب. وترامب سبق له أن قال أنتم دفعتم فقط 30%، 460 مليار دولار هذه فقط في 2007، في ماي 2007. عندما نظرت إلى 460 مليار دولار وحسبت عدد السعوديين وهم في حدود 22 مليون سعودي كما تقول بعض الإحصاءات الرسمية، لو قسم بن سلمان المبلغ على هؤلاء لأخذ كل شخص منهم ما يقارب، أو لأخذت كل أسرة من 7 أفراد ما يقارب من نصف مليون ريال. نصف مليون ريال كان سيجعل كل السعوديين أغنياء.
بينما لو كان فقط للفقراء لجعلهم مليونيرات بالريال. مع ذلك كل ما أخذه ترامب فإنه مع ذلك يطمع في المزيد. وله مقولة شهيرة لعلك تتذكرينها، وهو قد قال قبل سنتين أو ثلاث: السعودية بقرة حلوب، حينما يجف ذرعها سنذبحها. ترامب يعي ما يقول وينفذ ما يقول، وهذا بن سلمان يضع كل بيضه في سلة ترامب، بينما ترامب ذاته يعاني مشاق ومصاعب داخل الولايات المتحدة نفسها. نعم، يعني سيد سلطان العبدلي، حقيقة يعني ولي العهد السعودي من أين يستمد كل هذه القوة في التمادي؟ على ماذا يستند حقيقة؟ يستند طبعا على الجهاز الأمني الذي أسسه من قبله من أعمامه، وأيضا أسسه الأمير نايف تحديدا، ومحمد بن نايف هو الذي ركزه وقواه، ولكن هو الآن لا يعتمد عليهم بوجود والده. وأنا أقول من هنا لو أن لديه فرصة لاعتلاء العرش لكانت والده كنسر اليوم، ولذلك هو يمنع والده من أن يرى أمه يعني أكثر من سنة ونصف تقريبا. هذا معروف، هذا قضية معروفة، وأنا كنت على علم بها منذ سنتين وليس الآن. هذا جانب. الجانب الآخر هو يعتمد الآن على حرافته الشخصية على بلاك ووتر اللي هم الكولومبي، مجموعة المرتزقة، لكن عموم الاستخبارات والمباحث العامة اللي هي أمن الدولة، لذلك الآن جرد حتى الفريق يوسف الهويريني، جرده من منصبه العسكري وجعله مدنيا. نعم. في أمن الدولة حتى يخلعه وقت ما يريد، وقت ما يريد أن يستغني عنه. فلذلك هو يتكرس بوالده الآن، لأن هناك أعراف في الأسرة الحاكمة السعودية، هذا كل أحد يعرفه ممن اقترب منهم أو من يعرفه من الداخل. نعم. لديهم تقدير كبير للكبار مثل مجرين ومثل سلمان ومثل نايف. فلا يستطيع. أما أنا أقول لك، لو اعتلى محمد بن سلمان العرش مباشرة، ستكون هناك ثورة داخل الأسرة، ولذلك نحن نعرف وعندنا علاقات ببعض الناس الذين لديهم علاقات ببعض الأمراء، وما أحمد بن عبد العزيز. شكرا، أعذرني على ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك سيد سلطان العبدلي المحامي والناشط الحقوقي على هذه المشاركة. على عجالة سيد زيتوت، الآن القصة ما بين السعودية وما بين تركيا، هل سيتم التعامل مع ملف خاشقجي بملف واحد أم في إطار ملفات أكبر بين البلدين؟ أعتقد أنهم سينظرون للأمور في ملفات أكبر، سيدخلون في مفاوضات مع السعوديين، سيضغطون عليهم في اتجاه معين. الأتراك ما أعتقدوه أنهم لا يريدون أن يذهبون في التصادم، لكن لعل بن سلمان سيصر على التصادم وعلى المواجهة، وحينها لن يجد أردوغان ومن معه إلا مخوض هذه المواجهة، لأن بن سلمان لا يترك لهم أي خيار. وقتل خاشقجي في إسطنبول وليس في مكان آخر من العالم كان رسالة واضحة للنظام التركي من أننا نستهدفكم في داخل بلدكم، ماذا أنتم فاعلون؟ شكرا جزيلا لك سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق على هذه المشاركة. إذن هذه التغطية متواصلة، يلقاكم أو يصحبكم بها الزميل صالح في الرأي الحر. إلى اللقاء.